السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سام سويدي. البرودكاست عن الجولة التاسعة، جدول الترتيب وتقييم اللاعبين بعد مباراة العين والظفرة. قبل ما ببدأ في البرودكاست نزلت فلوق مباراة العين والظفرة، مثل جون الفيديو موجود في أعلى الشاشة. العين في الصدارة ب 21 نقطة من أصل 27، خسرنا 6 نقاط، تعادلنا ضد العروبة ضد الوحدة وشباب الأهلي. العين بدون خسارة. لو نشوف جدول الترتيب من المركز الأول لمركز الثامن بثمان نقاط، في الجولة الجاية في مواجهات مباشرة من المركز الأول للثامن، إن شاء الله بتكلم في البرودكاست الجاي. فزنا على الظفرة، شق الأنفس، فرضنا ولعبنا واستحوذنا، ولكن إنهاء الهجمة أو اللمسة الأخيرة كانت غايبة في المباراة، والسبب إمكانيات اللاعبين. إمكانيات لعبتنا زينة، بس في إنهاء الهجمة نحتاج لصانع لعب. أكيد لابا لاعب مؤثر، أتوقع 11 مرة ساهم في التسجيل، فلاعب مؤثر. وعقبة رحيمي وايد لقى نقد بعد في الفترة اللي طافت. رحيمي ثاني أفضل لاعب بعد لابا، مع أنه لعب من الجولة الثالثة، عكس اللاعبين الباقيين بصراحة ما قدموا شيء. المدرب يعتمد على استحواذ ويلعب بخطة 4-2-3-1، وهذه كانت التشكيل لمباراة الظفرة. نقيم بشكل سريع. نجم المباراة مرياح، صنع هدف وأداء كان طيب. اللاعبين باقين كلهم كانوا جيدين جدا، ما عدا أربع لاعبين اللي هم سانتوس، كايو، جوانكا وبرمان. ان شاء الله في الفيديو الجاي بتكلم عن التشكيله المثاليه. مثل ما انتم شايفين نختار 22 لاعب، هاي التشكيله الافتراضيه مثل ما انتم شايفين، واتمنى انكم تشاركون معي. عندنا اربع محترفين واربعه مقيمين، لازم نختار ثلاث مقيمين وواحد يكون احتياطي. فمنو تختارون افضل ثلاث مقيمين يلعبون في الفريق الاول؟ اختاريت هذين الاربع. في وقت الحالي أنا ملاحظ أن مشكلة العين في وسط الملعب، نبغي لاعب صانع لعب يربط بين الخطوط، لاعب صانع لعب يقدر يحل العقدة في وسط الملعب. شرات عموري بصراحة كان يعطيك حلول في نص الملعب، من صناعة ومن تمرير. أغلب الفرق تلعب بأسلوب دفاعي، العين يواجه مشكلة ضد الفرق اللي تلعب بسلوب دفاعي، نحتاج للاعب صانع لعب هني بيفرق في العين، لأن المدرب يلعب خطة 4-2-3-1، لاعب وسط الملعب، نحتاج لاعب صانع لعب. في واي تغريدات الناس قالت إن نحتاج للاعب ارتكاز، أنا بصراحة ما أشوف إن نحتاج للاعب ارتكاز. لاعب ارتكاز إذا نلعب بخطة 4-3-3 شرات ليفربول، هني تحتاج لاعب ارتكاز يقدر يسجل يقدر يصل. لكن خطة المدرب سيرجي ربروف يلعب بخطة 4-2-3-1، تحتاج للاعب وسط صانع لعب كلاسيكي، شرات عموري، تناسي. فهل جوانكا مقلب؟ راح نعرف من خلال الجولات الجاية. عندنا أربع جولات نارية، وإن شاء الله عقب نهاية الموسم الأول راح نقيم اللاعبين ونشوف مستوى الفريق بعد الموسم الأول إن شاء الله. في فيديوهات جاية، الطريق الصعب الحلقة الثانية، التشكيل المثالية الحلقة الثانية، أتمنى أنكم تشاركون معاي في تشكيلة الفريق. وفي فيديوهات إن شاء الله من فلوقات، فيديوهات متنوعة إن شاء الله. أشوفكم في الفيديوهات الجاية، في أمان الله.